أطلقت شركة سوني في هذا بداية هذا العام أجهزة للفئة المتوسطة، بس كانت بشعور إنهم بريميوم، لكن هي للفئة المتوسطة اللي هي الـ XA1 والسوني XA1 Ultra. أنا حكيت عن الألترا، بصراحة فيها مواصفات أجت مش على قد توقعاتي، كنت يعني أنا معترض على الجهاز بدرجة ما. الجهاز جميل نعم، ولكن أنا معترض على جهاز ضخم بهالمواصفات هاي. ولكن سوني في معرض إيفا نزلت جهاز جديد اسمه سوني إكسبيريا XA1 بلس. هذا الجهاز بده يجي في النص بين الـ XA1 وبين الـ XA1 Ultra، ويمكن يكون هو أنجح واحد فيهم. خلينا نشوف المواصفات. السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار، وبرحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. شركة سوني عملت جهاز جديد، هذا الجهاز أتوقع بده يحل محل الجهازين اللي قبله. هذا الجهاز الجديد إيش مواصفاته؟ نبدأ بالتصميم، نفس التصميم المعهود من شركة سوني، ما في اختلاف، ولكن صار شكله أحلى لأنها صغرت الحجم تبع الجهاز، يعني صار إحساسه أحلى شوي. ولكن هو بشكل عام الأجهزة تبعت سوني دائما حلوة. من ضمن الاختلافات اللي حصلت على هذا الجهاز إنه الجهاز صار certified IP68، يعني مضاد للماء، مضاد للغبار، حسب ذمة موقع Android Authority. بتمنى يكون هذا الكلام صحيح. بالنسبة للشاشة بذكركم إنه الـ XA1 Ultra كان 6 إنش، شاشة كبيرة كثير، وكان عندنا البيزلز في الجهاز برضو كبيرة، فصف الجهاز كثير كبير. هذا الجهاز شاشته LCD 5.5 إنش Full HD 401 بكسل لكل إنش، ومحمية بطبقة من كورنينج غوريلا جلاس 5. بالنسبة لنظام التشغيل يأتي مع هذا الجهاز أندرويد نوغا 7.0، والخبر السار سوني حتحدث أجهزة كثيرة عندها لأوريو أندرويد 8، وهذا الجهاز حيتحدث لأندرويد 8. بالنسبة للمعالج ما تغير، نفس المعالج الموجود في الأجهزة السابقة اللي هو الهيليو بي 20 8 نواة مع معالج رسوميات المالي تي 880 MB2. بالنسبة للساعات التخزينية عندنا خيار واحد بالنسبة للساعات 32 جيجا بايت، ولكن ممكن تاخذ 32 جيجا بايت مع 3 جيجا بايت رام، او 32 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام حسب السوق. الخبر السار في SD كارد اب تو 256 جيجا بايت، فلا تقلق يا اخي. بالنسبه للكاميرا عندها كاميرا 23 ميجا بكسل، فتحت عدسه f2.0، وبتصور فيديو فول HD. اما الكاميرا الاماميه فهي 8 ميجا بكسل، فتحت عدسه 2.0، ايضا بتصور فيديو فول HD. لدينا قارئ بصمات على الجنب زي الـ XZ Premium، بالإضافة إلى مدخل USB Type-C. البطارية، إحدى المشاكل اللي كانت في الأجهزة السابقة بطارية يعني صغيرة، هذا الجهاز مع أنه أصغر بطاريته 3430 ملي أمبير، بصراحة حجم ممتاز جدا، أنا يعني أعجبت بهاي الحركة، شكرا سوني. ومعاه كمان شحن سريع، فيعني في عندك خيار كتير ممتاز. بالنسبة للسعر يتوقع سعر الجهاز $380. هل هذا السعر كويس؟ اعتقد انه كويس. انا بالنسبه لي اعتقد انه كويس، لانك بتاخذ جهاز بريميوم مواصفاته صحيح هو من فئه المتوسط، ولكن مواصفاته جيده. الاشي الجديد فيه مقاوم للماء، بطاريه اكبر، شحن سريع، يعني عندك خيارات بهذا السعر. هل حتحكي لي انه في اجهزه صينيه ارخص من هيك وبتعطيك خيارات اكثر؟ اكيد، ولكن للناس اللي بيحبوا الاجهزه البراند عنده سوني وبتعطيه هذا الخيار، فانت فكر في الموضوع وشوف هل بيناسبك هذا الموضوع ولا لا. اعتقد كثير ناس حيحبوا هذا الجهاز لانه فيه مواصفات افضل من اخوانه الاثنين السابقين، ويعني حلت الموضوع وخلت الموضوع انه في الوسط، بين الوسط، جهاز متوسط، فعلا جهاز متوسط بالمواصفات وبالسعر. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ان شاء الله. لا تنسوني من دعائكم، لا تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، ولا تنسوا تتابعوني على السوشيال ميديا سيزار، فيسبوك، تويتر، انستغرام. جزاكم الله خير، السلام عليكم.